هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال: أنفق بلال، أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله. يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. هل مات أبو بكر جوعا؟ هل مات عطشا؟ هل مات من شدة الفقر؟ لا والله، أنفق في سبيل الله فأخلفه الله عز وجل خيرا. بل أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما نقص مال من صدقة. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.